كيتخذ غير مع السرغينة مع كيدير في الدهاز فهمتي بصح داك الغالي اللي بغات يعني اللي بغات اللي عندها شي مناسبة بلا ما تبقى تقلب على العود الغالي ها هو 10 دراهم زوين 10 غرام كيدير في السلسلة حتى هو هذا دابا 15 درهم الغرام هذا كيكون لي كان ب 20 درهم دابا 15 كتعبر هذيك لابي شحال ما جاتها 60 درهم ولا يلا اختي اللي بغات دير شي كادو زوين ليها ولجارتها ولحبيبتها والنفيسة والعروسة درهم البارفاي البلاص من عند عطور البحرين بمناسبة الافتتاح يلا عطيني السميات هذه كاين هذه انا الابيض على هذا الشكل في البوشيط ايه هذا حتى 40 درهم هذا اللي كيجيو على هذا الشكل حتى هما وي 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 امير عود الشيء يلاه يعني ربعه ب 160 درهم ربعه البارفانات ب 160 درهم من عند عطور البحرين وبالنسبه ليارا راه دارت لينا واحد البارفان صغير ديال 50 درهم هذا فيه الثمن مناسب راه كاينه يارا كبيره وكاينه امير العرب كبيره غيبقاو 35 مابقاتش 50 درهم مابقاتش 45 35 درهم. شوفوا لي البنات اليوم الريحه اللي كانت كدير 180 درهم 200 درهم كتبدا من 90 درهم اختي كاينه 90 درهم البنات 600 ريال الخمار اليوم عند عطر البحرين انت يا اختي وفيه جميع الالوان زوينه 60 درهم 100 درهم اييه هذه كتبقى ب 110 درهم هي وهذاك لو بوفاش كيدير 150 درهم هذا ب 110 درهم شتي كاينه هذه حتى هي راه فيها كاينه البلاطو داير وكاين طويل هكذا حتى هي البيض والكحل هادو كاملين ب 110 درهم الثمن العبايات اللي كيوصل الثمن ديالهم حتى ل 600 درهم اليوم عند عطر البحرين غادي يبقى 450 9000 ريال العبايه هذاك زيد شتي شو هذيك تبارك الله بلاصه راس كيفاش دايره كلها كترتيها انت اختي الموضوع شوفي هي كلها بلاصه راس دو بيس زايره 600 درهم 700 درهم يلا ولا موسلين البنات الفوق ديالها كيجيب لا موسلين شوف شوفوا لي شوفوا لي كيفاش هذه راه تلبس 3 اكس لارج 2600 ريال البنات العبايات واو ما يمكنش 2600 ريال كلشي والالوان شوفوا الالوان باش نوريهم شوفي لي اختي التلوينه كامله كاينه 2600 ريال عند عطور البحرين كلشي يلبس عبايه من راسك حتى رجل البنات العبايات دو بياس عبايه دو بياس شوفوا لي العرض غزاله وكتمشي يا البنات بالشال ديالها انت اللي باغا تمشي للعمره اللي باغا هكا دير تلبس هاد البيسات المحجبات اللباس ديال الخمار كلشي غتلقاه هنا هانتوما شوفوا لي الفيغ اوف مع الفيغ او تيح كامله سميتها سندوس البنات 170 درهم هذيك 170 درهم 170 هذه والله الا المحل الجديد ديال عطور البحرين ها هو يا البنات مرحبا بكم معايا المحل كاين في جميعه درب السلطان قلب مدينه درب السلطان الناس اللي جايين من الحبوس اكيد غادي يجيو من هاد البلاصه هادي ها هي من هنا من قدام حلويات مولاي اسماعيل اوتوماتيكمون غادي تلقاو عطور البحرين هنا كاينه جميع البنات وهنا كاينه واحد لافارماسي هي معروفه سميتها صيدليه المدينه الجديده المحل الجديد ديالنا ديال عطور البحرين هنا غادي تلقاو كل ما كيخص المراه المغربيه من عطور بخور يا اختي والعبايات والفقد رجال صلايات هدايا متميزه واثمنه حصريه عند سي عزيز خليكم معنا وما تشوفين عليكم حبوباتي الغاليات اش اخباركم لاباس عليكم مرحبا بكم معايا كاملين في المحل الجديد راه ليا الناس يتبخروا ويعاودوا سي عزيز منزل بخير لاباس عليك الله يطول عمرك لاله يخليك واخويا ملي درتي المحل الجديد انا قلت لي محل جديد كنت غنلقى الدقيقيه الله يطول عمرك دونك بالصحه والراحه وقبل ان شاء الله المزيد من المحلات عطور البحرين دائما المتميز بالاثمنه المناسبه بالجوده والتميز ما شاء الله الله تبارك الرحمن خليتي العزاجه في الدس عزيز كاين كلشي كلشي موجود تبارك الله على الطاقم كامل ما شاء الله متلنا والجميع ان شاء الله دونك المحل ديال الدروه البنات المحل في كازا اللي بغات شي حاجه تواصل مع السي عزيز هو اللي كيكون في هذا المحل والمحلات الاخرين كيكونوا فيهم الدراري المحل الثاني راه درنا ليه الاشهار الاولاني اللي اييه اييه هذاك كيكون فيه الاخ ديالي عادي والدروه كيكونوا الدراري دونك اليوم هذا هو اللي فاش كتوجد انا دونك اللي بغى السي عزيز هو كتعاملوا مع لطافه دابا عندها ثلاثه الاسماء ارض الزعفران ولا لطافه نيت لطافه والهمبره والعنبره كاين حتى ما شاء الله في لي بارفان كاين عبايات من غنشوفوا اليوم ان بو دو تو اللي بغات الجمله والتقسيط كلشي عندنا دونك الاثمنه اليوم ابتداء مناش الله ابتداء من 40 درهم من 40 درهم 35 من 35 درهم غتريح على لا ومولاتي بخير درتي احسن ثمن اظن مي بخير ان شاء الله تما غادي نشوفوهم باثمنه البنات ولا في الخيال ولا في الاحلام غادي نبداو على بركه الله هاكي اختي شوفي لي الصوت في الريحه يلا نبداو
الثمن راه ما كاينش مرخص. ما كاينش ما قل من هذا السوق. هانت هادي هادو شبه ديال سكوندر هادو الثمن ديالهم 80 درهم كيبقاو 125 125 درهم. انتم اللي كتقولي ما كاين ما يدار ديري اختي غير في تيك توك بيع انت ب 180 هاك كنتو وكاينه هادي غير باش نعرفوا الاسماء باش يتميزوا بيناتهم. اييه شنو الديفيرونس دابا؟ غير كل وحده والريحه ديالها هادي خفيفه هادي قاصحه. اه داكوغ راه كتبان المجموعه ديال سكوندر ديال سكوندر كامله 125 درهم. 125 درهم واخا درنا عاود ثاني بالنسبه لهادي سلوغان ديال الهمره هاك هي درنا لها 100 درهم هكاك اخويا 100 درهم 100 درهم راه اللي بالنسبه لواش واش حتى هي 100 درهم ها هي راه كانت كتوصل هادي حتى ل 200 درهم واش واش دابا راها هادو ديال هادي مونا هادي درنا لها 90 درهم وفين كم مونا هادي حتى هي روز باري درنا لها 90 درهم يلاه روز دو باري هادي دار الحي 90 درهم دار الحي هادي انت غير هادي فيها جوج ماركات انت غير هادو الشيب ديال انا الابيض اداكو كاين ديال العيالات وكاين الدرجال هادو 90 درهم حتى هما 90 درهم لابيس هادي دار سميت العاري شنو انت غير هادي درنا لها 100 درهم هادي خطيره البنات وي لحقتين مشات نمر واحد غير شفتو لي رجوي هادي واعره هادي واعره هادي المسك هادي المسك الغزاله هادي خطيره هادي بيضه وهادي كحله بيضه شمتها واعره هادي الترتيل ها هو المبالغ ديالها شوفوا لي هي 90 درهم وكتجي كتشمي هادو كاملين ديال زيشونتيون كاملين كانوا 150 درهم كلهم 150 هادي دستور تا هي درنا ليها 90 درهم هذه كانت 130 تاهي 90 درهم ناقص 40 درهم في لابيس هذو كلهم البنات كلهم ليكيداسيون ليكيداسيون المهم اصدار خاص بالنسبه لهذو دار الحي رجال وعيالات هكذا 90 درهم شي اللي بغى يسكرو لي باش يعرفوا شنو ياخذ صح الرجال العيالات هذه لا هذه رجال هذه العيالات هي التركوازا والنواغ هي الرجال هذه لا سيرفيس دار خاص هذه العادي هكذاك ها هي شحال واعره المهم بصراحه انا مجربه عند الروايح عندك كيحمقوا عرفتي ديك انا الملك راه ما نقولكش شنو دارت دار تبارك الله غزاله بالنسبه لي راه دارت لينا واحد البارفان صغير ديال 50 ملي شوفي فيه الثمن مناسب راه كاينه يا راه كبيره وكاينه عملت عرب كبيره مي هادو صغار هادو فيهم احسن ثمن غيبقاو 35 ما بقاتش 50 درهم ما بقاتش 45 35 درهم راه كاين شكيلات ديالهم ثانيه كيبغاهم اشكال كاملين تاج الملك خائن الفرصه نو نو واش واش انا الابيض شمس الامارات موصوف رغبه درهم كلشي كاين روز باري درهم ومازال كاين اشكال اخرين كاين اشكال بالنسبه لهادو كيبداو 35 35 درهم اختاري اللي بغيتي اللي بغى يبيع ويشري مرحبا به هذه هي الفرصه وراه كاينه يا راه وكاين كاين الثمن ديال الجمله كيما قلت راه اللي بغى جمره اللي بغى الجمله راه كاين شوفوا لي يا المهم هادشي كامل غادي نشوفوا اليوم يخليكم معنا نبداو اليوم مع الميزات عاوتاني اولا نبقاو في الميزات وبالنسبه لهاد لي سبراي ديال الجسم حتى هما الثمن مناسب هادو عاد جاو هادو عاد جاو حتى هما غير هادو باش تكون واحد الملاحظه حيت كما كتعرفين حنا راه معقول صح هادو ماشي شركه لطافه واخا مكتوب هادو غير خدو على لطافه فهمتي ولكن بالنسبه للريحه نفس لي مارك ديال لطافه اه داكور هذا لي سبراي ديال الجسم والله الا فيهم ريحه فنه فيهم ريحه زوينه ولكن ماشي بال روائع باش روائع هما الا شتيها يحسب لك لطافه ولكن ماشي ديال الشركه الابيض حمراء كلها عند ليب اميره العرب حاليا هادو اللي داخلين ثلاثه ولكن من بعد راه كاين اشكال بزاف والثمن ديالهم غيبقى 35 درهم 35 درهم يلا بحال بحال اختي الصغيره ديال يارا وديال اميره العرب دونك نبقاو ديما في الميزات وكاين عاوتاني واحد المسك العقيقي راه داير ضجه في في الانترنت يعني هذا ديال شو عطر ديال لا هذا عطر زيتي هكذاك هذاك كياخذوه بزاف الناس عرفتي هذا ما تحيديش من جبتو انا من السعوديه ما كتح ما كيحيدوش هما من السكن ديالهم مسك فاني كاين مسك الرمان كيكونوا بالعطر كاين مسك مسك الطهاره الابيض مسك كاندي عرفتي هذا راه نقطه نقطه واعر واعر مسك بودره هذا ثاني سميتو توت بري كاين الرمان كاين كاين هذا الكارات هذا هذا جديد هذا هذو درنا لهم احسن 35 درهم 35 درهم كيتباعوا ب 60 درهم اكثر يلا بحال ناقص 50% يا البنات هذا كما قلت لكم هذا حطيه عندك في صاكك نسيه وراه قريع ماشي بحال مسك الطهر كيكون صغيور بالنسبه لي بارفان ديال الشهر حتى هما درنا لهم احسن ثمن يلا لي بارفان ديال الشهر حتى هما فيهم يا راه فيهم مرات العرب انا الابيض
هادو تيبقاو 80 درهم. الشعر كتبقى فيك ريحه البخور، ريحه الرويحه، تتحمق تتغطي عليك كامله. غادي ندوزو دابا للبروموسيون اللي كاينه في المبيخره. بالنسبه للمبيخره حتى هذه دراري اللي احسن. شوفي 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 ليا غزاله ما شاء الله. هذه راه فيها البيض وفيها النوار. اييه. هذه كتبقى ب 110 درهم. هي وهذاك البو فاش كيدار 150 درهم، هذا ب 110 درهم كتبقى. شتي. كاينه هذه حتى هي، راه فيها كاينه البلاطو داير وكاين طويل. هاك داك تي فيها البيض والكحل. هادو كاملين ب 110 درهم، الثمن ديال الجمله. والله الا بحال راكي لهيه غتجيبيها معاك. وبالنسبه ل المنظر ديالهم رويق 90 درهم. هادي 90 هادي حتى هي 90 درهم. هي مع الـ مع الـ هادي مع الحامل ديالها. مع السيبور اها. مع السيبور ديالها 90 درهم. كاين اشكال 90 شوفوا لي الموديل ديال التحت. هادي 90 شتي شحال واعر 120 درهم باش كانت تتباع. هادو كاملين كانوا كيتباعوا ب 120. 60 درهم وفيهم اللوينات هادو 60 درهم. 60 درهم. هادي اللي عندنا دابا هادي شحال غزاله؟ هادي 100 درهم. او شحال في المحمود هادي 100 درهم. وكاين شكل تكون ديال 100 درهم. كاين موضونات. هادي حتى 100 درهم. راه كانوا ب 130. يعني هنايا كلشي مدكدك الفار. واخا شوف هاد الطبيقة غزاله وفيها لوينات. بالنسبة لهاد البلاطويات البلاطويات الكبار هادو درنا لهم 220. 220 درهم. الكبار هادو عاد تجاوزت هادو. غير الكبار بالحق بالنسبة للصغار. كيبقاو ب 120 درهم. هذا البلاطو والبخره ديالها. هادو 120 درهم. 120 شوف البخاره ومع هذاك المقبض باش كيهزو الفاخر. اييه اييه. هادو 120 درهم. 120 درهم على بلاطو 150. وفي من الالوان. ايوا اختي انت اختي اختاري بلا ما تحتاري. هادي. هادي حتى هي 120 درهم. يلاه. هادي 90 درهم هاي. هادي فنجان ومعها السبره ديالها ودائما باش يحافظوا على هاد الضوء كتبقى ديما ذهبيه ديري ليها البنات ديروا ليها بابي الومنيوم كتبقى ديما مزيانه كتبقى ديما في اللون. ايوا مرحبا بكم البنات عطر البحرين هو هذا ديما الاثمنه الزوينه 60 درهم مصر 100 ريال غزاله هادي كانت عندي واحد هادي 90 وعندكم نزيدوا حتى الاخرين ديال الضوء هادوك الدايرين هادوك كيبداو من 50 درهم كاينه هنا 50 كاينه 60 وكاينه حتى 70 درهم الو غادي ندوزوا دابا للبخوره البنات والشكيلات والاثمنه المناسبه حتى هما اكيد فيهم بروموسيون بالنسبه للبخور كاين اللي كيكون عويدات وكاين اللي كيكون ياك كيكون مرصوات مرصوات انا كيعجبني هذا وكاين هذا الشكل هذا كيحمقني هذا دغيا هذا كيتفرتت فهمتي تبارك الله بحال هذا الشكل شوف شوفوا دابا تفرتت ولا شوفي غير تفرتيت الصي الصغيوره شوفوا تبارك الله شنو غدير ما شاء الله شوفوا غدير لنا العجاجه ها انتم زوينين خفاف ماشي داكشي اللي كيدير في الراس لا هادو واعرين ونشم الريحه وهادو معروفين يعني ماشي الله 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 الريحه فيها الدرهم اه فيها كاين بزاف ديال الشكل كاين كمبودي اللي انا كنحب الدرهم المسك الصياد شيخ شيوخ ثراء العود احلام العرب كمبودي خطير كمبودي فخر العود موصوف ماهير هادو درنا لهم واحد الثمن مناسب 60 درهم باش كيبقى يلا ما بقاتش 80 درهم وما كاينش 70 كانوا 70 بالحق ودابا كيبقاو 60 دابا بقاو ب 60 درهم 70 هادو دابا 60 درهم يما جميله جات المحل الجديد ما شاء الله 70 درهم 14 بالنسبه للبخوره من الخنجر حدث ولا حرج هادشي اللي كاين بالنسبه للخنجر درنا ليه حتى هما الانواع ديالو كاملين عود الازراق عشيق العود عشيق العود كي خطيره هذا الجاويد هادو كاملين درنا لهم 65 درهم هذا نحلوا واحد نجيبوهم كانوا 70 درهم دابا كيبقاو 60 درهم 65 درهم 65 هادو كيجيو فيهم طريفات هادو هما اللي كتشوفو هادو غير لي شونتيون اللي كيخدموا بهم هما تيكونوا نورمالمون على التيستور وبالنسبه للفلومباج هما باش يبانو اكثر هما هادو ها هما هادو كلهم خمسه هادو كاملين 65 درهم 65 كاين شي وحدين زايدين في التمر غادي نشرحهم لكم ان شاء الله من بعد صافي داكور دونك هادو كاملين 65 هادو كاملين 65 درهم آه وبالنسبه لهادو ديال نبيل شركه نبيل هادو خطير هذا من احسن وحدات لهاد النبيل هادو درنا لهم 75 درهم غير باش الانسان الكليان يعرف 75 ولكن غتاخذ شي حاجه ناضيه 75 درهم هاد الكبارين هذا من نبيل اه من نبيل هادو هاد المجموعه ديالها كامله كاين خواطر مخمخ نسائم ولكن كيستاهلوا فن النبيل الاسود هذا ذاك النبيل معروف والخنجر كما قلنا راه تيبقى ب 65 درهم 65 منهم عود نافيس منهم اه واخا درنا لكم بخير درنا لكم العود غنمشيو للحاجه اللي دائما تتعطر لنا الدار اللي هي ملطفات الجو وكاين حتى ماشي سبراي اللي كنديروا الحوايج وما تيطبعش لنا ياك حميد وريني هذا ديال الفراش اه حيت كاين ملطف الجو وكاين خاص بالفراش معطي كاع الشكلات هذا ما تيخليش لك الحوايج مطبعين نهائيا رشتي في الطلامط في الناموسيه ديالك في اي بلاصه ما تخليش حتى شي طبعه وفيهم اشكال واكيد دائما تيمشيو مع شنو باغا انتيا
امير العود عاشق العود صح الكلمات نبي بحال هذاك نيت اللي ورنا شفنا دابا الشيخه حتى الشيخه كاين اختي الشيخه كلمات كلمات كانت هي واعره هادو الثمن ديالهم عزيز هادو معطر كل جميله غيبقاو 70 درهم شحال فيهم ملي كاين اللي فيه 480 كاين اللي كيوصل حتى ل 500 يعني ميلي بيان سور دونك غيبقى الثمن ديالهم كيما 70 درهم الصغار اللي فيهم هادو باش ما نساوش هادو ديال رغبه هادو هما فيهم 250 ايميل كاين اللي 250 فيهم واش واش انا الابيض هادو مسوق 40 درهم ماشي بقاو 40 درهم البنات فيهم 250 ميلي وبيان سور كاين معطر ولا ملطخ الجو ملطخ الجو هادو شحال تيبقاو هادو تا فيهم الاشكال بزاف كاين هادي عاد جوج جديده البديع العود حمراء اميره العرب غوز المهم هاد التشكيله كامله هادو هادو كلهم 30 درهم واش واش تاج العاشر 30 درهم تما واعر 600 ريال هاي البنات فيها 300 ميل ودابا سي عزيز ما شاء الله بمناسبه الافتتاح ديال المحل الجديد خصنا شي هاوته ما كدورش في البارفانات يلا عطينا خويا بغيت كلشي يتبرع ها راه نشوف يلا شكون قال البارفانات اجي تسمع اجي تسمع لا تسمعوا يسمعوا لي الثمن كيدير هذو درنا له 130 درهم عرفتي هذو واحد الريحه شميتها تتحمق كانت كدير 180 درهم وفي البروموسيون 150 وعند جميله اونلاين 130 درهم عندك عرفتي راه الخطر الله 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 واعر واعر هاد باريز بديل ديال اميره العرب هادي درنا لها 130 درهم هادي اقسم بالله جي شميها وردي عليا ما نقولكش كي دايره اللي بغات اميره العرب ولكن شكلها فوق واللي كيبغي البارفانات مجهدين وحتى الباكاجين ديالها عرفتي كادو 180 دابا 130 يلا 130 درهم 2600 ريال ايبا 180 130 درهم دابا 130 درهم هادو كاملين كتشوفو هنا دار لهم 2600 ريال دابا 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 يلاه شوفوا لي الناس هذه هذه التشكيله ديال هذه سكوندر هذه سكوندر هذه الحمراء هذه 130 درهم 130 درهم ما بقاتش 180 معليش حتى اميره العرب هذه العفيريته درنا لها 135 بغيت نقول لك هذه البنات ركزوا مزيان اميره العرب اللي عندها المبره مغلفه بالمبره هذه هي الحقيقيه ديال الاوريجينال اما اللي كتكون غير هكا مات هذيك راه ماشي الحقيقيه حتى هذا كتكون كود بار بيان سور كود بار ديالها بالنسبه لهادشي ديال الدوزيام ولا راه كاين الدوزيام والتروزيام عزيز ما تيجيش عطر البحرين ما يمكنش وكاينه الصراحه وكاينه وصلنا عزيز وصلنا الهيبه 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 180 دابا 130 درهم عرفتي واحد الريحه في المحل تبارك الله هذه راه خفيفه هاد الشم ما شاء الله المهم هادشي راه شميتي عندنا ماشي مره ماشي جوج انا راه وليت مدمنه هادي خطيره هادي وهاديك اللي قلت لك الحمراء واعره ما شاء الله هادي امل امل نسبتها امل بلا ما تدور اختي زهره المهم هذه درنا لها 130 درهم هذو كلهم 2600 فيلوس 130 فيلوس حمراء معروفه حتى هي قايد شباب 130 فين كان عمي القايد ها هي دونك هنا غادي نمشيو للرجال هادو ديال الهمبرا كامل هادو الشيبه ديال الاوريجينال إيه؟ الحمد لله دابا الناس كلهم كيعرفوا هادشي اييه هادو الثمن ديالهم هادو كامل تيبقاو 120 درهم 120 درهم شوفي تعطر داين دي ليلى هذه افونت الا هادي زايده هادي 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 بحال سوفاج هاد بحال سوفاج 130 نيريسا روج نيريسا بيش هادو كاملين 120 يور رجالية نسائية رجال 120 هادي حتى هي وهادي هادشي كله اللي كتشوفو 120 درهم من هنايا 120 يلاه اختي هرس دق دق ما بقاتش 150 درهم هادو راه كانوا غير 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 دابا 150 واللي جات المحل وما قال جميله اونلاين غتاخذو ب 150 انا الملك انا الملك راه ما نقولكش انا الملك اعطي 120 القمه عيالة ترجل 120 عود مود 120 عود مود المشهوره امير العود تباعت ب 220 درهم هذيك العود مود ليل الملكي 120 العود حياتي عود خالص 120 حتى هادو وزيد عود ثاني هادو اسد هذا بحال سوفاج هذا في جوي قاصر رجالي هادي رجالي هذا اوكي دايرينو على الشكل ديالي يا راشي هادي دايره 160 درهم هادو 160 درهم 160 درهم ويا راه الغوز يا راه 190 190 نعاودوا البنات هادو اللي شفتو كلهم 120 يا راه كاينه ديك يا راه الليمونيه وكاينه يا راه مواد يعني ثلاثه الاشكال اللي فيها كاينين فيها ثلاثه غير باش الكليان يعرفوا صافي المهم راه كاينين بثلاثه وما غيجيبوهم للدراري وحنا نبقاو ديما خدامين كاينه حياتي ها هي يا راه هادي يا راه موا وكاينه يا راه هادي لورونج لورونج ولورونج كاين الغوز كاينين ثلاثه كاملين تيبقاو 190 درهم 190 درهم وكاينه خمره حتى هي دايره فيها الثمن شوف والناس ديال الجمله دائما ثمن ثمن زوين والجمله كتبدا تقريبا شحال بياسه الجمله ما لقاوش عندهم مشكل معايا جي مرحبا بك واخا تاخذي بياسه واخا تاخذي شويه 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 ماشي مشكل بياسه لا لا
لا شويه شويه من هنا شويه ماشي وحده. وكما قلتي بالنسبه للجمله، الجمله مثلا بغات من هنا، بغات شويه العود، بغات البخرات، بغات تشد تشكيله، حيت اللي تيقول لك لا ما تاخذيش ما تشكليش، لهنا مرحبا. حنا ما عندناش مشكل، حنا تنتعاملوا بصح كيتعاملوا الانسان يتواصل معنا، حنا كنتفاهموا. هادشي اللي كان عندك تبارك الله جماله من جميع انحاء المغرب وحتى خارج المغرب. وحتى خارج المغرب. الناس الجاليه المغربيه مرحبا بكم. هذه حياتي غير باش تعرفوا، هذه درنا لها 130 درهم. تشكيله كامله ديال حياتي هي هي. درنا 130 درهم هذه. الباكاجين. هذه هي ديال الكحله شتي. النوار وكاينه البيضه وكاينه الصومون الغوص. وكاينه المارو هذيك ديال المارو. المارو هي هذه كنوار. اييه. المارو العود 130. ريحة العود. وفي التشكيله ديال حياتي 130 درهم. كلها 130. وبالنسبه لها تحريم السلطان. هادي 110 درهم هادي هاكاك مشيه مع 150 واخا اختي عند اللي 120 درهم 120 ديال البنات فقط 110 درهم 110 عقلوا ماشي مشكل باغي ندير لهم 120 دابا دارت ليا في الخوا قلت ما كاينش مشكل شم ريحه العود هو يدوخ هذا هو اللي كاين هذوك النوار قائد الفرسان 120 قائد الفرسان بنت حوران 120 الله 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 قائد الفرسان بيضه حتى هي 120 وزيد فخر 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 العود واعره هذه حتى في الباكاجين ديالها هذه 150 درهم 150 عساه اللي بغا يعطي هذا ما شاء الله قريب رمضان قريب مناسبات تخلي لكم الصحه والسلامه ماي بارتي هذه راه دايزه مع هادو ديال 120 درهم غتبقى مع 120 عقلتوا يا البنات راه درنا لكم 120 130 160 حتى 190 ديال هذه ديالو بلونت عود بلونت ميس ايه هادو حتى هما 120 درهم يلا اختي ما بقاتش 150 كلشي ناقص فيه تقريبا 30 درهم 40 120 وهاد النو هادو حتى هما هادو حتى هما شي حاجه زوينه هادو دخلوا البنات لي باج وشوفوا هادو راه عارفينهم تبارك الله عارفينهم شو هاد جوج ديك اكس اس هادو ديب ديال اكس اس واو هاد التشكيله ديالها كامله هادو درنا لهم 140 درهم هادو عيالات ورجال عيالات ورجال هادو رجال هادي عياتو تقريبا كلهم باش تكون ميكس الا حتى انا بالله الا شحال خطر كيعجبني الروايح ديال الرجال اش نقول لكم البنات راه هنا كما قلت تشكيله كبيره المهم اللي بانت لها شي حاجه اولا في عقلك بالك شي ريحه غيتواصلي ما راه عنده كل شيء كلاسير بول 180 درهم دابا كتبقى 160 درهم 160 160 سمعتوا 600 البنات راه انا حتى شي تبكره تيدوخ ما شاء الله شي حاجه راه كيسكن سكريني فخر لطافه يا عيالها ترجال هادو درنا اليوم 170 درهم 170 درهم معروفين شتو يا البنات قولوا لي عطر البحرين ما تهلاش فيكم دار تبارك الله المحل جديد والاسمنه دائما كتبقى بكل جميله هادي صوري اليوم هادي لانتخيد لا فيتا تويت فلوغ هادو كاملين الا هاد فلوغ هادي ما داخلش هادي هي درنا 100 درهم هذيك 100 درهم كاملين 120 درهم 120 فلوغ هادي ليبرا ليبرا عاديه ليبرا اونتونس ليوني كاينه بلو شون كاين كاينه ماتخ دو بلو وبس بالماهر ماهر عيالات رجال هادو هادو راه دوزناهم شحال هادي درنا 180 اللي بغا يشوف نخلي لكم فيديو للمورا هذا ديال النوبل عقلتي على هادو اللي هم الوزير السفير السفير الامير هادو 170 درهم ولكن راه واعرين الناس اللي واحد سميتها هادي دور كبير ديال 250 ايميل هاكا هو راه كان بواحد كيبقى لهم 35 درهم 35 درهم 35 درهم يلا وتو في 15 درهم الانواع اللي عندي حاليا انت كاينه رغبه كاين شي شيوخ عند لكم من هنايا هانتوما هانتوما البنات تبارك الله راه القرعه ديالها كتجيك ببره وكاينه الصغيره ديالها الصغار هما الصغار تيبقاو شحال فيهم ميلي هادو هادو 200 هادو 200 هادو 200 ها هي تيارة فيها لطاطا كاينه مهره كاينه خمره كاينه لوكس كاينه هنا المهم هادو كاملين كيبقى الثمن ديالهم كيبقاو 30 درهم 30 درهم يعني بيناتهم 5 درهم اختي خذي هذيك خذي اختي الكبيره هادشي اللي كاين وكاين عاود ثاني واحد هادي بارفان هادو هادو كاين هادو فيهم ريحه العود امبرلاي كندوزناهم هادو دوزناهم واحد الوقت هادو 230 الثمن ديال الجمله واو والله الا الثمن ديال الجمله 230 هادو غير بغا يحيدهم ماكوش يستافد ماشي مشكل ولكن راه شوف الباكاجين ديالهم كي دايره البنات لا واعرين ها هو الباكاج ديال هو هذا خطير فيهم جوج عيالات ورجال توم فورد هما التشكيله ديال توم فورد درنا لها 150 150 درهم 150 لوفلي شيريل اللي كتقلب على شي حاجه غتلقاها لان عنده كلشي كلشي كاين عندك حتى البارفانات الهوت كام تاهما كاينين يعني اي حاجه بغيتيها موجوده ديال موصوف هادو راه معروفين شوفوا موسى 120 درهم هادو كاملين ب 120 درهم الكموسه ديالها 120 درهم وزيد عاود ثاني هادو ديال الهمبرا حيت واقيلا ما شديتش لهم هاد الفاصل اها هادو كاملين حتى هما ب 120 درهم هادو الشيء كامل ب 120 شوف البنات 2400 ريال
الثمنات اللي كنقول لكم دائما كما كنقول راه بكل جميله البنات اللي جات تقول له كل جميله الله يحفظك. هادو عزيز هادو لي بارفان ديال الجسم. داكوغ. هادو كانوا ب 180 دابا كيبقاو ب 140 درهم. كلشي درت فيه رزق دك. كلشي رزق كلشي والله العظيم. والمحل الجديد ما بغيتيش نديرو رزق دك. ان شاء الله عاوتاني المعرف. ان شاء الله الناس اللي ما عارفينش هو المحل الجديد كما وريتكم راه دائما في قلب مدينة الدار البيضاء. شي امسك ديال الكوره شي حاجه واعره. كاين البخور كاين المسك. هادو كيديروا فيهم مخماريات. هذا المسك هكا خامه شوفي تما شفت تبارك الله تما راه موجود الا دخلتي المحل ديال القرى ما شاء الله. كاين مسك الطهاره كاين بلاغوم ديال الرمان ها هما الثمن ديالهم نورمالمون 100 درهم اليوم غادي يبقاو 60 درهم 60 درهم البنات 1200 ريال وراه كيديروا لي واحد الخلطه تيجي خطير ديال الجسم الخلطه ديالهم هي هذه هي بحال كيكونوا نورمالمون 8 اللي بغات الجمله راه كيجيو على هذا الشكل هذا ايوا مرحبا بكم. كاين حتى البخور اشكال والوان كاينه صرغينه اللي ما قادش ياخذ باكيه ندوقوا من هذا كياخذ ديطاي عنده الحق ياخذ تقريبا ابتداء من 10 دراهم من 10 دراهم يا اختي. ها انت يا البنات كاين العود كاين هذا كاين مبسوس شوفوا غادي نبقاو دائما في الهميزات وغادي ندوزوا لواحد البرفانات خطيره. شوفوا التشكيله ديال بديع العود التشكيله الحمر كاين الحمر الموف والحمراء هي جديده هادو كيدوزو حتى 220 درهم 250 اليوم غيبقاو 180 180 درهم تدعي لهم اجود حتى هي اجود خطير اجود تناسب نخليوها ب 170 درهم 170 هادي راه دوزناها في اخر العود 150 قائد الفرسان هيا هيا قائد الفرسان هيا ب 170 قائد الفرسان 120 حنا كنوريكم هنايا لي باكاجين والاثمنه دائما هرس دقدق يا البنات يلا بغينا كلشي يتقطع كلشي كاين هاد البخور هادو ديال الشوكولا حتامر معروفين معروفين الاشكال كامله هادو ثمنات دائما ثمن زوين هادو كيبقاو 25 25 درهم الثمن ديالهم هادو ديري في صاكك فين ما مشيتي تبخري غادي لشي بلاصه باش تزيد هذا ديال النبيل هذا كيبقى ب 40 درهم هذا هذا ولكن هذا حيت هو حيت هما اصلا غاليين هذوك النبيل بالنسبه للتسابيح والمسبحه اللي ولات دابا الكترونيه كلشي دايره في سبحانه هادو 50 درهم التشكيله ديالهم كامله كامله 50 درهم بزاف ديال الشكل كاين هذا كاين هذا كيجيو غزالين وكتبقي دائما كتذكري سبحان الله داك التسبيح وانت في السياره ديالك وانت على رجليك وانت في اي بلاصه كتفرجي دائما التسبيح في يديك العود فاش تهزي هذا التسبيح هذا الكبير ها هو. بالنسبه لهذو البنات راه كيبدا الثمن ديالهم من زاش هذا التسبيح من 10 دراهم من 10 دراهم هذو دايرينهم 15 درهم هذا هذا كامل كريستال من عقيق ومن التسبيح كاين هذا المهم كيبداو من 10 دراهم الفوق واللي باغي عاوتاني كنت انت راه كنخسر اكيد التمن. اكيد يبغى الجمله راه ثمن زوين كاين حتى المصاحف كاين هاد لي باك هادو ديال المصحف والتسبيح هذا فيه باك راه كيخرجوا كتشوفوهم في الانستغرام وفي تيك توك البنات هذا اجمل هديه فيه صلايه وتسبيح والمصحف الثمن ديالو غادي يبقى هو كيبقاو ب 120 درهم 120 درهم كامل كامل مكمول الطقم ديال الصلاه شوف هذا فيه هذا كيجي على هاد الشكل حتى هو فيه السجاده وفيه هذا ديال الصلاه والمصحف ولا عباية الصلاه يعني فيه اربعه البياس وكيجي على هذا الباك هذا درنا ليه 250 درهم الثمن ديال هذا والله الا هذا العروسه هذا كلشي ب 5000 درهم الوالده ديالك في شي مناسبه فيه الالوان كذلك كلشي جميع الالوانات فيه الالوانات كلهم حتى هذا كاين هذا ديال العود هذا حتى هو كيجي على هذا الشكل فيه المقراء وفيه التسبيح داكوغ وفيه الالوان حتى هو هذا كيبقى ب 180 درهم وفيه تصلايه وفيه صلايه 180 وفيه ديك الله يعطيك الصحه الحامله ديال المصحف 80 درهم هذا التشكيله بقاو ديما في البخور هذا كيبقاو ب 80 درهم هذا سلطاني شوفوا البخور امير العود كاين امير العود بيضاء كتندوره وكاينه هاد الطاوله هادي غيبقى الثمن ديالهم ديال شي على شي 80 درهم 1600 ريال البنات هادو اللي صورنا قبيله على شكل مرسومات اييه هادو زايدين في الجرامات على حساب هادو درنا لهم 120 درهم انت شفتي شوفي العود تبارك الله شوفي ما شاء الله تبارك الرحمن 120 درهم كاين هذا واللي ورانا عزيز وكاين هذا الشكل عود عود زين اييه انتم شكلين والعود هذا ربعه العود هذا ربعه العود شوفي هذا بحال الشكل ديال امير العود الطرافي ديال العود تبارك الله وكاين هذا كاين هذا بخور هذا سميتو بخور العود هذا 120 درهم عرفتي غير حليتيهم تبارك الله والريحه طالعه ما شاء الله انت اختي هذا كيطلعوا ب 180 كاين اللي كيسقطوا كاع كيبيعوا بالجرام والله الا بالنسبه للجرام كيفكرتيني عندكم العود ديال الجرام كاين العود ديال الجرام ها هو البنات كنبيعوا الاصلي ديال الجرام ماشي لا هذا شحال كيبقى الثمن ديالو العود الاصلي هنا شحال شوفوا لي هذاك هذاك العادي هذاك داني 10 درهم الجرام هذا شنو فرق بين العادي هذا ماشي شي حاجه زوينه هذا كيتخلط غير مع السرغينه مع كيدير في الدهاز
بصح ماشي داك الغالي اللي بغات يعني اللي بغات اللي عندها شي مناسبه بلا ما تبقى تقلب على العود الغالي. ها هو 10 دراهم زوين 10 دراهم كان ب 20 درهم دابا 15 كتعبر هذيك لابيه شحال ما جاتها 60 درهم ولا كاين في جوج شكل كاين هذا وكاين عاود ثاني هذا تبارك الله هادو كان حبات العود 15 درهم بالنسبه اللي بغى يتبخر هو هذا الا بغات شي عود نيت ها هو العود ديال البخور هو هذا 30 درهم الغرام هذا 30 درهم راه كان ب 40 دابا ولا 30 درهم بالنسبه للوزغه حتى هو كان ب 40 الوزغه الوزغه سميتو سميتو الوزغي عود الوزغي شوفي ما شاء الله تبارك الرحمن كل عوده يا عوده 25 درهم ايوا اختي الله يعطيك ودابا غادي نجيو محبوب الجماهير اللي كلشي تيقلب عليه نفس الطهاره المسك تاهر الاوريجينال صافيت الحال اصلي المعلك هذا هذا معلك هذه راه كانت ب 25 درهم دابا ولات ب 15 درهم وي 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 15 درهم الكبيره ديالها فيها 6 ايميل درنا لها 25 هذه هذه 15 درهم 6 ايميل هذه 3 ايميل 3 ب 15 درهم و 6 و 6 ب 25 درهم هذه دوز البنات مع الكراسه ديال الصلاه ها انت اختي اييه هذو كراسه ديال الصلاه اللي كيديو الناس المساجد اولا مهم ها تبارك الله رمضان جاي فيهم الالوان كامله والاشكال كامله من هاد التكايه ومنها كرسي ومنها صلايه هذا ها هذا 150 درهم كل واحد الثمن ديالو 150 درهم وفيه جميع الالوان فيه السامبل ثاني فيه السامبل ديالو فيه هذا جوج كولورات اييه شوف الورق ديالو ها هو السامبل ديالو اييه دائما في المبرا 150 درهم وكاين هذا الصغير هذا الصغير هذا وفيه الصغير عطر البحرين جا هذا 130 درهم 130 2600 ريال والصغير والكبير ديالو 150 درهم هذا الصغير 130 حتى هو فيه الالوان كاملين فيه جميع الالوان حتى هو اوكي راه الخضيضه الخزي الكرونه الالوان كامله كاينه ها انتم البنات شو الالوان كديرين كما قلت الاونيات بالنسبه للصلايات حسب الصلايه هذه كان هذه ديال موبرغي بقى لك الجيب لي بات زوي ولا فيها جميع الالوان اييه وكاينه هذه ديال تركيا الثمنات ديالها شحال دايرين هذه 60 درهم 1200 ريال كاينه هذه ديال تركيا كاينه فيها جميع الالوان شوفوا تركيا البنات وغليظه هذه غزاله هادو شحال دايرين في الناس 120 درهم البنات وفيها جميع الالوان كاين الالوان وكاينه الصغيره كاينه السامبل هذه كيموتوا عليها العيالات هادو زوينين هادو اللي كبرنا معاهم الصلايه العاديه شوفوا تبارك الله داكو هذه 60 درهم 60 درهم 1200 شوفوا لي الوينات ديالها بيان سور كتنقص هرز دك دك من طبيعه الحال هادو عجبوني بزاف هادو فن هادي شوفوا البنات الالوان كي دايره شوفوا لي التركوازه غزاله الاحمر الكرونه ثمنها هذه مبرا غليظه وكتجي بالكارويات وهناك مرسومه فيها او مطروزه فيها الكعبه الشريفه هذه فيها التشكيل هذه اللونه الثمنه ديالها فيها النوار فيها الكري فيها البيج فيها الخضر الملكي فيها الكرونه فيها الكري الثمن ديالها غيبقى شحال؟ فيه 90 درهم 90 درهم البنات دونك اليوم 120 درهم ايوا 120 يعني صلايات ابتداء من 60 درهم لا ابتداء من 30 درهم من 30 كاينه 30 درهم البنات اييه وريني شي وحده ديال 30 هي 600 ريال اختي 600 ريال كلشي يصلي معانا اليوم كلشي ياخذ ديال الصلاه والله الا زوينين هادو راه العاديين اللي حنا كبرنا معاهم كانت صلايه عاديه ماشي ضروري تكون ديال المبرا ولا تبارك الله باقي ما تحلاتش الكليه ديما تنقول الناس ديال الجمله والتقسيط كلشي يفرش الو غادي نزيدو العبايات اولا الشراش ديال الصلاه حنا كيقولوا الشراشيف يلا يلا الدراري يلا عطيني 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 شوف العبايه ديال الصلاه ها هي اختي عبايه ديال الصلاه موديل جديد بالدونتيل من 150 درهم شحال 120 120 درهم البنات عطيني الموديل الثاني ها هي لا ثمنات الا الجمالات مع الشال شوفوا شوفوا العرض البنات وفيهم اكيد لوانات اخرين فيهم بزاف الموديل ندخلوا نشوفوا اللوانات ديالها عزيز اسمح لي يا حميد ولدي ها هما يا البنات هنايا كاينه 120 كاين الوان اخرين غير هذا ها انتم شوفوا لي شوفوا والثوب دائما هنا الثوب ديال اللي كره هذو ياك الوان ديال التون جميع الوان راه كاينه ومازال ان شاء الله غايجيو هنا رمضان غايجيو جميع اللوينات شوفي هذه اللي كتجي امكني كاينه هذه السامبل ديالي ها هما وكاين جميع الوان حتى هما وكاينه هذه ديال الزواقه ها هما بارك يعني كاين تبارك الله الشكل فيها جميع الوان وهنا رمضان ان شاء الله غايجيو 110 درهم هذه 110 درهم يلا ما بقاش ليا الشكل ديالها عريضه كلهم تيجيو عريضه والاونيات
وهادو والثوب راه الثوب خايط حاجه مزيانه. هذا عاجي شحال الثمن؟ هذه 120 سامبل. 120 سامبل والسامبل طرا فيهم الالوان. ندوز البنات العبايه دو بياس، عبايه دو بياس شوف لي العرض غزاله وكتمشي يا البنات بالشال ديالها. انت اللي باغا تمشي للعمره، اللي باغا هكا المحجبات البنات ديال الخمار، كلشي غتلقاه هنا. ها انتما شوفوا لي الفيغ اوف مع الفيغ او تيحمقوا، كتمشي لك اللون مع اللون اللي كيمشي معها. واش عندهم الحق انهم يبدلوا مثلا الا ما بغاش لك؟ هذه كتجي كومبلي، وكاين اللي كيبغي خمار بوحدو وكاين اللي بغا عبايه بوحدها. هذه كتجي كومبلي هكا، هذه كتجي كامله. واللي بغا كسوه بوحدها كنبيعها ليه بوحدها، واللي بغا خمار بوحدها كنبيعها ليه بوحدها. واخا بالنسبه للثمنات ديال هذه لبسه الحجاب كامله. هذه السندوس شحال عاجي تخليها؟ سميتها سندوس البنات. 170 هذيك 170 درهم. 170 هذه والله الا الثمن زوين. وهذه اللي لابسه المانكا؟ هذه 250. هذه 250 250 5000 ريال كتمشي بلو شال ديالها، كتجي بحال هكا، كتجي بحال هكا. واللي بغات هذه بوحدها عزيز؟ لا بوحدها ماشي مشكل، ممكن ممكن تاخذي عافية وممكن تاخذي دو بياس بحال هكا. المهم اللي بغاتها كلها 5000 ريال. بغات بوحدها 180 درهم. 180 والخمار 70 درهم. داكوغ الوانات ديالها كاين البلو. هادو شكون هادو درنا 150 درهم. يلا 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 البنات ما بقاش سربين. 150 درهم. واللي بغات الشال ديالها راه قلنا 70 درهم وكينقل. فيهم جميع الوانات. واللي طاي؟ اللي طاي. تا هما تلاش؟ تا هما اللي طاي. فيها اكس ميديوم تا دوبل اكس. تا الدوبل اكس. بالنسبة للموديلات عزيز كاينه اللي كتكون سامبل ما فيها لا صدايف لا والو. هذه شحال الثمن ديالها؟ لا فيها جميع الالوان. كلهم. كلهم 150. هذه ما فيهاش ذاك هاد هاد لو تخيك اللي كيكونوا هكايا الحزامات. وكاين عندها حزام في اليد. ايه وكفيها الاستيك. وكاين اللي كتكون بالصدايف. دونك الثمنات ديالهم كلهم غيبقاو؟ ابتداء من 130. من 130 درهم. شوفوا لي الالوان، شوفوا الالوان. وشوفوا لي الثوب البنات شحال زوين، الثوب ديالها غزال. ثوبهم زوين. شوفوا لي الشكل من تحت كي كتجي. 150. واللي بغات الشال راه كاين، عاودوهم نقولوا. 150 درهم. نعاودو نذكرهم بهادو اللي كيمشيو باللبسه كامله. الثمن ديالهم 180 ياك؟ هذوك 170. 170 كاع. غير 170 كلها. شوفوا لي شوفوا لي هذه المونش ديالها. شوفوا لي المونش، شوفوا لي الفروزه. شوفوا كريب تخاف منه حتى حاجه. الكميمات مكرشين تتجي غزاله في اللبسه ديال المحجبات. يعني هنا غتلقاي الالوان كاملين والثمنات ابتداء من 130 درهم. ها هما ريحان 130. هذا 130. تخيلي معايا هادي اش منتو بهذا؟ هذا ريحانه. ريحانه هادي ريحانه مكرشة. غزالة. شوفوا لي الموش. شوفوا لي هادي راه تلبس 3 اكس لارج. 2600 ريال البنات العبايات. واو ما يمكنش 2600 ريال كلشي والالوان. شوفوا الالوان باش نوريهم. شوفي لي اختي التلوينه كامله كاينه. 2600 ريال عند عطور البحرين. كلشي يلبس عبايه من راسه حتى رجليه. وصلنا للعبايات اللي كيوصل الثمن ديالهم حتى 600 درهم. اليوم عند عطور البحرين غادي يبقى 450 9000 ريال العبايه. زيد شتو هذيك تبارك الله بلاصه راسك كيفاش دايره كلها كترتيها انت اختي. الموديل الثاني سكريني والبنات هادشي راه ما فيهش حزاره. 9000 ريال هادشي بياسه بياسه بياسه. وبالنسبه لي طاي مختلفين. لي طاي من حتى الدوبل اكس لارج. هانتوما واو شوفوا لي الثوب 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 البنات 9000 ريال العبايه ما بقاتش 12000 ريال. كل وحده عندها بيان سور لو شال ديالها. هاك شو هذيك اللي راه زينه. هذه راه كتمشي دو بياس. دو بياس اختي ب 9000 ريال. زيد نشوف كاينه اللي فيها احسن رسكه. لا هادو هادو راه غير ليكيداسيون. ليكيداسيون زيد البنات كانوا ب 12000 ريال. شوفي لي كلها 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 بلا سكاس دو بياس. زايره 600 درهم 700 درهم. يلا ولا موسلين البنات الفوق ديالها كيجيب لا موسلين. شوف شوفوا لي شوفوا لي كي كتجي زايره هانتوما. لي طاي صغار من سمول حتى حتى الدوبل اكس لارج. نشوف هذه اللي فيها الالوان. شوفوا لي شوفوا هذه كي دايره. شوف 450 درهم. عندنا شي وحدين عاوتاني سولديناهم ب 350 درهم. ها هي البنات ليكيداسيون كاع ماشي تخفيض. ها شوفوا لي هذه كيفاش دايره. شوف هادو ب 350 درهم. 350 درهم. زيد 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 يلا كلشي تقدا كلشي تقدا وكلشي يدي ربحه. راه نشوف هادي واعره عاوتاني 350 درهم. 350 7000 ريال العبايه. شوفوا البنات الناس ديال العمره الناس ديال الحج العبايه 350 درهم. شوفي ليا اللي ما بغاتش لي ستراس بغا داكشي خفيف ظريف. ها هما شوف شوفوا يا البنات شوفي ليا شوفي لي شوف غزاله.
كاينه اللي بسنسله، كاينه بحال هذه، كاينه بطراقات. ها هي بسنسله شوفوا، كتجي تري سامبل. ها هي البنات ما باينش من الضو، ها انتم البنات لي ستراس ديالها اللون في اللون، في النوار في النوار. المهم هنا اللي جات غادي تدي كما قلنا 350 درهم 350. ها هي مولاتي الحاجه اللي بغات عاوتاني اللي بغات الاوني عبايه ب 250 درهم. يلا اختي صدقي او لا تصدقي، شوفي لي الالوان، ها البلو مارين، ها الكحل، حتى هي فيها السايزات صيفات سامبل. هي 250 هذه هي الشكل. اها على هذا الشكل، شوفوا هذيك كتجي هابطه كامله، كلشي هذو 250 درهم. وكاين حتى ديال الجين. كاينين البنات حتى حوايج ديال الرجال، كاينين كيما وريناكم لي صابو، كاين سراول، كاينين اقميصه، كاينين ديال البيسات الصغار. شوفوا البنات هادو كي تيجيو، هادو شحال دايرين عزيز؟ هادو كيبداو من 120 درهم، 120 درهم. كاين هاد الثوب هذا، كاين هاد التجين، كاين القطيفه، كاين الثوب مونطوني، كلشي كاين. هانتم 100 من 120 درهم. هادشي كامل راه عندنا فيه جملوك. شوف البنات غادي نوريكم حتى هاد لي صابو هادو، صابوات ديال الرجال، شتهم كي تيجيو، تيجيو غزالين. هادو 100% جلد عزيز ياك؟ 100%. انت واحد السيد بغى ياخذهم باش نصوروهم، وفيه حتى النوار، فيه اللي بغات تاخذها كشي كادو لباباها ولا عاد دوا البرك. والله العظيم تيجيو غزالين حتى مع الجلاله، مع سبور وكلاس. ها انتم يمكن هذا بقى صغير. اللي طايل اللي في هذا السايزات مارو غزال، مارو زوين. 40 حتى 44، فيها 40 حتى ل 44، والثمن ديالو غيبقى 150 درهم، وكنهضروا على الكاليتي. شتو كيجي غزال؟ فيه 37 من 39 حتى 44، راه كاين طيات كبار. عطر البحرين دائما تيفكر في الكبير والصغير. عندنا حتى هدية ديال الإحرام، عمرها نازل حاجة الإحرام ديالها، هذه اللي بغات تدي باها ولا ماشي كادو 100%. ها هو الإحرام ديال الميسر، حاجة مزيانة كاليتي واعرة. شحال الثمن ديالو الإحرام؟ عزيز. ها هو جيت تعزي قلنا. كاين الكبير والصغير. هذا ستوندار، ستوندار لازم، ما كاينش ديال البيسات الصغار، ما بقاش. ما بقاش تبارك الله. 180 درهم لهذه الاحرام. 180 درهم ميد ان مصر البنات، ميد ان ايجيبت. كاينين حتى هاد القمصان ولا الفوقيات البويض، كاينين في الاشكال والالوان، الثمن ديالهم 100 من عند عزيز. كاين هذا الالي وفيه البيض وفيه اللون، فيه الموديلات. هانتوما شوفوا الموديلات، هادو شحال كيبقاو؟ هذا 170 درهم. 170 درهم ولكن كاليتي زوين، يلاه خدم من واحد السيد. كاين فيه الكوم وكاين السكوم وكاين فيه البيض واللون. هاك داك فيهم حتى الالوان. ايوا هذا جدنا عليكم يا البنات. هذا كان الخيط. هذا يا بنات هذا زوين، داير بحال شكل ديال الجين ولكن هو ديال الخيط، غزال. كاليتي زوينه وفيه ليطاي كبار، والثمن ديالو غيبقى؟ كيبقى 230 درهم. 230 درهم ولكن كاليتي ما نقولكمش. شوفوا لي الفينيسيون، شوفوا الفينيسيون كيفاش مخدوم. دائما افيك دو بوش وفيه الطيات كاملين، وفيه الالوان. فيه جميع الالوان. فيه كاع الالوان اللي بغيتو. جميع الطيات فيه. الله يعطيك الصحة. 63. 63 تبارك الله. بالنسبة للسراول كما قلنا القندريسيين. كاين الجين، كاين كلشي كلشي. والبيع دائما البنات بالجملة هو التقسيم. واحد الموديل غزال تيحمق ديال العباية. هذيك كسوة وعبايه، اللي بغات ما تخدمهاش عبايه ما كانش محجبه لبسيها كسيوه طويله. عرفتي الثوب ديالها زوين ديال البرد، شوفوا نفس الثوب ديال اللي دوزنا دابا ديال الرجال، لكن هي هي راه غزايره. هادو راه ماشي بوش، راه غير خياطه في الجناب، وكتجي هكا فيها هاد لي بلي في القدام ولاستيك في اليديدات. الثمن ديالها غادي يبقى هو 180 درهم. وشوفوا لي الالوان البنات، لونين استيفو. شوفوا تبارك الله، شوفوا لي كولور، الموف، البيج، الفيغ او، الكحل، كلشي كاين. الله يتعرفتي فنين. واللي بغات الزيف ديالها ولا الخمار كاين. كاينين الخمارات البنات. هنا راه غادي تلقاو كما قلت الجمله والتقسيط، وكاين تبارك الله هنا، وكاين المحلات الاخرين، وكاين المحل ديال الدروه. الخمار تعطيوها مع الوكوز وفيه حتى هو جميع اللوينات اللي كنبغي. هذا هو ديال 70 درهم. هذا 70 درهم وفريتو نوزا حتى هو. داك شوفوا شوفوا مزيان. 80 درهم 90 درهم. شحال فنيون كيجي هكا بفي من الفينيسين هما بالك. شو تبارك الله كاليتي وخياطه مزيانه. فنيون كيتسد من الداخل كيتسد. وفيه جميع الكولور حتى هو. لي كولور كاينين كاملين. بالنسبه للنقاب ديال الوجه ديال النقاب كاينين. هانتوما البنات الجمالات، كلشي تقدا عند عطور البحرين. اجي اختي تقداي وخذي لك العود ب 10 دراهم للغرام. يا الله البيضه. ها هو يكون ثلاث طبقات. ثلاثة طبقات. هذا السعودي بيدير حاجة مزيانة. دير دير هنا شوفوا. ها هو نلبس لك شوفوا ما شاء الله.
هذه اللي قلنا الثمن ديالها نعاود نذكر عزيز 250 راه فيها الالوان كاملين والنقاب كاين حتى النقاب الوجه هكاك صغير بحال النقاب تيجي الناس اللي شافوا الصالون في العبايات كلشي جاي يتقبل العبايه كيبان لهم 305 450 كلشي كيتقبل بنات الخمار انا غنوريكم هذا الموديل هذا هذا العادي بدون اسم اها بدون اسم اياه ما فيه لا سميه لا والو تجي فيه غير ديك البروش ديال الشوشه وحده الثمن ديالو 50 درهم تيبقى 1000 ريال وهذا كان هذا ديال ثلاثه طبقات جوج طبقات كيرجعوا اللور وحده قدام هكذاك بدا تيديري الخمار غيعرفوه هذا الثمن ديالو تيبقى 70 درهم تيبقى 14 ميد ريال وكاين واحد اخر سميتو داير 60 درهم فيه الوينات هذاك وهذا فيه غير الكحل وكاين اللي بغات الالوان حتى هما راه موجودين ديال العادي داير 30 درهم وفيه جميع الوينات داك راه كاين حتى 600 درهم كيدير 50 درهم هو هذا وفيه جميع الالوان ياك فيه لي كولور كاملين في جميع الوان تاعو ايوا ما كتكونش فيه السميه هذا بدون اسم هما راه عارفين كلشي بدون اسم صافي مكتوبه فيه سعودي صافي بدون اسم سعودي هاهي اه هذا 50 درهم عادي داكوغ اه على حسب هذاك اللي قلت لك العادي هو هذا غادي ورينا واحد ديال 30 درهم البنات باش نختموا الحلقه على بركه الله هذا البنات 600 ريال الخمار اليوم عند عطر البحرين انت يا اختي وفيه جميع الالوان المناقبات هذا هو المحل ديالكم بيع دائما بالجمله والتقسيط عندنا 600 وعندنا 50 درهم وعندنا حتى الطبق ديال ثلاثه طبقات كيدير غير 70 درهم عوض 90 درهم عزيز راه نشوف راه نشوف راه نشوف اللي بغى يتبخر جوج 15 درهم يلا عوض 20 10 درهم بواحد 10 درهم نورمالمون وراه عند عزيز شوف كلشي غادي يتبرع الله يعطيك الصحه البدايه ديالي هكا غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه بغيت نشكركم بزاف على المتابعه على اللايك على البارطاج مرحبا بزاف ديال الحوايج اللي بغى شي حاجه راه غادي يتواصل معنا اكيد اي حاجه شفتوها فهمتي يعني اللي بغى شي بارفان ما شافوش عندنا شي حاجه راه كيزول اصلا هو كاين ما قدرناش نصوروا كلشي ما يمكنش تصور 100% حنا هادشي كامل غير تذكير بلي المحل ديالنا جديد درنا فيه بروموسيون زوينه وكتحلو جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه ما تيحلوش غير الدراري كيتبدلوا صافي اه داك دونك حتى الجمعه كتحلوا العشيه المحل ديالنا الاخر الاول هو اللي كيسد الجمعه اه اما هنايا كتحلوا الجمعه وسبت وحد اي والله يطول عمرك شكرا لك عزيز شكرا شكرا لكاع الناس اللي كيتابعونا من قريب او من بعيد اللي ما بانتلوش شي حاجه راه كاينه في المحل غير ما صورناهاش تواصلوا واللي بغيتوها مرحبا بكم غادي نختموا حلقه اليوم على اثر اللقاء بكم ان شاء الله في حلقه جديده ونختموا دائما بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنساوش دائما ميم اور ميم اندرو سور ما شين حماق عليكم سلام عليكم باي باي.